رسالة لكل الشباب لا تيأسون. بعض الشباب لو انه ينسجن مرة قال يا اخي انا علي سابقة، لو راح قدم على وظيفة قال ما قبلوني يا اخي الناس دي والله انا كل ما اطقها عوجة ما راح يصير لي شيء، لو صارت له مشكلة بالحياة اصبح يائس من الدنيا. لا 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 لا، ما اظن في انسان مرت عليه ظروف ومصائب مصيبة تلو مصيبة مثل يوسف عليه السلام، ومع ذلك لا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. دخلوا على يوسف اخوهم الان، لما دخلوا على يوسف قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، ابونا مريض وكفيف، وفي بعض روايات انهم اخذوا رسالة منه، ولما قرأها يوسف قال بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله يعقوب الى عزيز مصر ارسل لك هذه الرسالة وانا رجل قد فقدت بصري وانا نبي الله قد اخذوا ابنائي، وهو يقرأ الرسالة يبكي لانه المعني فيها، واني اسألك وانك تعرف اني نبي وان ابي نبي وان جدي نبي وان ابناء الانبياء واحفاد الانبياء لا يسرقون، وانك تعرف ان ابناء الانبياء فلا يسرقون، فان اطلقته فاني ادعو لك دعاء ما حييت، وان ابقيته فاني اخشى عليك من عذاب اليم. يقول يوم قرأها خلاص عرف ان الموضوع وصل الى على ما يقول الى اقصاه. هم جلسوا الان يترجون اخوهم، لكن شوفوا وين وصلوا. قالوا لهم لما دخلوا عليه وجلسوا يطلبونه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هم المرة دي جايين يستخبرون فقط، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فمدوا أيديهم، تذكر قال هذه اليد اللي ضربتني يوم خدتوني من أبوي، ما قالها لهم لكن يشوف يدينهم يتخيل الموقف، وهذه اليد هي التي رمتني في البئر وبسببها سجنت وبسببها ظلمت وبسببها حصل، ومع ذلك قال خلاص ما بقصد الإهانة، أنا قصدي أن أكرم. قال هل علمتم، الحين بيكشف الموضوع، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قدم لهم العذر، كنتم ما تعرفون شيء. قالوا ها اشترى عن قصة يوسف، أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف.